نحن هنا في مركز القيادة والتحكم الذكي نسعى وبشكل مستمر لتطوير كافة الآليات التي تضمن جودة وكفاءة الخدمات التي نقدمها لكافة المتعاملين من خلال معالجة البلاغات وإدارة جميع البيانات الواردة لتسريع عملية اتخاذ القرارات في إدارة الحشود بشكل استباقي وتفاعلي. سيبقى هدفنا الرئيسي تحسين جودة حياة المتعاملين من خلال الاستفادة من إدارة تدفق البيانات ورفع كفاءة الأعمال في مركز القيادة والتحكم الذكي. نحن جاهزون للمستقبل.